القطط والكلاب. دايما لما بتخش عند اي حد مربي قطة فهتلاقي ان اكيد القطة دي متربية في بيت وبتاكل احسن اكل، سواء بقى زبادي، لبن، تونة، كل الكلام الغالي ده. اما لو رحت لحد بيربي كلاب فهتلاقي ان الكلب مربوط في البيت وبياكل كمان بواقي الاكل بتاعة البيت، وانا بتكلم على الاغلبية مش الكل. وعشان كده قررت في فيديو النهاردة ان انا اربي الكلب بتاعي على اساس ان قطة لمدة يوم كامل ونشوف ايه اللي هيحصل. مين فينا حرفيا ما سمعش في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا حوار التداول والاستثمار، وإن فعلا عن طريقه ممكن فعلا تكون غني وتوصل للثراء الفاحش؟ ولكن طبعا أنا وإنتوا من الناس اللي زي حالاتي بنخاف إن إحنا نخش الحاجات دي، لأن طبعا لو دخلنا واستثمرنا في الحاجات دي فلو خسرنا فإحنا خسرنا الكام جنيه اللي حلتنا. وعشان هنا يا جدعان يجي دور منصة أولمبي تريد، المنصة دي هتخليك تتعلم التداول والاستثمار لوحدك من غير ما تحتاج حد يعلمك ولا حد ياخد منك نسبة عشان يعلمك. تاني حاجة، أول ما تسجل في المنصة فالمنصة بسم الله كده هتديك حساب تجريبي في 10,000 عملة تجرب تتداول بيهم، وهنا هتبدأ تتعلم. لو كسبت فانت اتعلمت، ولو خسرت انت ما خسرتش حاجة، اتعلمت، عرفت تتداول صح. خش يا معلم واعمل لك حساب حقيقي بفلوس حقيقية تكسبها بجد. حاب اقول لكم يا جدعان انكم تقدروا تتداولوا باقل مبلغ ممكن اللي هو 10 دولار، اللي هو سكة 160 جنيه بس. نصيحتي لكم يا جدعان لو انتم بتتداولوا صح فخشوا ب50 دولار، ب60 دولار، ب70 دولار، انت كده كده اتعلمت صح فممكن تكسب. عارف ان الفلوس غرت عينيكم، هسيب لكم لينك المنصة تحت في صندوق الوصف، خشوا واعملوا حساب هناك وابداوا تداولوا. واهم حاجة ما تنسوش نصيبي من الحوار ده انا اللي قايل لكم عليه. اتكلم صحيك، بص هيموت ويلاقي. تعال اطلع. طبعا بلول حابسينها زي ما انتوا شايفين يا جدعان. اكتر حاجه مضايقاني ومزعلاني هو حمام السباحه ده. حمام السباحه ده للاسف ركنته يا جدعان، وزي ما انتوا شايفين شكله بعمل ازاي. وطبعا الثانويه والدروس خليتني فما لحقتش انضفه، فالمفروض ان هو باظ او يعتبر شبه هيبوظ. طبعا ده حاجه مزعلاني قوي، بس باذن الله هحاول النهارده العصر انضفه، لان زي ما انتم شايفين هو خلاص لو انا سبته بالمنظر ده كلها اسبوع والشمس هتبوظه. النهارده لسه طالع يا جدعان، بس المفروض ان احنا نصحى النهارده من النهار لاننا عندنا تحدي غشيم النهارده. تعالى بتشور، انت بتعمل حمام في الفيديو يا كلب؟ تعالى ايه ده، مفيش نزول، تعالى اطلع فوق، اطلع فوق، يلا افتح الباب كده. طيب امبارح وانا بقلب في صور التليفون فجأة الصور القديمه اللي كانت عندي على التليفونات القديمه وكده، فالمهم يا جدعان قابلنا حاجه زعلتني قوي، وهي اول حيوان انا ربيته كان قطه يا جدعان. اللي ما يعرفش القطه دي كانت اسمها دودي وكنت بحبها قوي قوي. بس يا حبيبي، بس عشان دلوقتي بنتكلم في كلام مهم، فجي امبارح يا جدعان الصراحه في دماغي وقلت ليه عمر ما تشتريش قطه وتدخلها معاك التيم، تبقى مع بوتشر وبيلا وسمسمه وكده. ولكن يعني اللي هو ايه، قلت انت في ثالثه ثانوي فمش هتهتم بيها. وفي نفس الوقت وانا بفكر جات لي فكره تحدي استرالي معنى الكلمه، قلت ليه ما تجربش ان انا اخلي بوتشر قطه لمده 24 ساعه. اللي ما يعرفش سلسله 24 ساعه في اخر فيديو صورناه فيها قفل 2 مليون مشاهده. فالنهارده قررت ان انا اصور تحدي 24 ساعه بوتشر هعمله كقطه مش ككلب. امانه انا بتحمس لحاجه زي كده، لان الكلاب غير القطط في كل حاجه، ولكن النهارده تعاملنا هيكون مع بوتشر اكنه قطه بالظبط. بس من غير كتير خلينا على طول نخش فكره الفيديو النهارده. بس قبل ما ابدا اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. صحيح يا جدعان لو عايزين تجربه 24 ساعه مع بيلا، بس تجربه مختلفه يعني، وصلوا الفيديو ده 20 او 30 الف لايك بوتشر، قولهم اشتركوا وفعلوا جرس. بقول لك قولهم اشتركوا وفعلوا جرس، وفعلوا جرس، وتابعونا على الانستجرام، ويش لسه ما قلتش. طيب يا جدعان عندنا اول حاجه بوتشر مش هينفع يقعد في المكان ده، لان طبعا بوتشر مفروض ان هو كقطه، فالمفروض هندخله جوه في الاستوديو او حاجه زي البيت يعني. بوتشر تعال خش يا بوتشر. هو والهامستر بيكرهوا بعض، بس بصوا بصوا عامل زي القطط بالظبط، القطط بتكره الفيران هو بيكرهها زيها. بقى عيب، تعال هنا، تعال هنا، شاط شاط. طيب بما ان يا جدعان بوتشر هيبقى قطة لمدة 24 ساعة، فأنا قررت أول حاجة أسميه دودي. طبعًا يا جدعان أسميه دودي على اسم القطة بتاعتي القديمة، لأن كنت بحبها ربيتها لمدة 3 سنين، فبوتشر هيبقى اسمه دودي. إيه رأيك في اسم دودي؟ مش عاجبك؟ مش عاجبك اسم دودي ليه؟ يا دودي، يا دودي تاني، يا دودي، يا بوتشر يا دودي، خلاص. بص يا جدعان أنا جبت البوتشر إيه؟ كعب عليه قطة. ده بيتلبس يا حبيبي. بس ما تحركش المكان، لا تاكل. بس بص كده،
وقع يا جاموس. بما ان بوتشر قطه فالمفروض ان انا اكيد مش هفطره زي كل مره. فطار النهارده يا جدعان هيكون زي القطط بالظبط. طبعا كلكم عارفين القطط بتفطر وهو عباره عن رايب يا جدعان اللي هو زي اللبن بالظبط وعلبه زبادي بس حجم جامبو شويه على قد بوتشر. قطعه جبنه مثلثات برزدو يا جدعان انا قسما بالله باكلتها ما جبتله برزدو. يلا عشان تفطر. ايه عجبك الفطار؟ اول حاجه يا جدعان علبه اللبن ربنا يرحمها. مش عارف ده حسيت قطه. طبعا بالله يا جدعان عايزه تعمل لها تحدي زي ده بس طبعا لو وصلت الفيديو ده 20,000 لايك هعمل لكم تحدي زي ده البله. انت عملت في نفسك كده ليه؟ خد انت هتاكل لي ولا ايه يابا؟ كل ده فطارك كل براحتك. خلاص يا عم الله يقلبك كده على قرفك. خلاص خلصت. اخر حاجه حته الجبنه دي كل القطط هتاكل فيها مرتين ثلاثه بوتشر بيشوطها. يلا بس يا جدعان بيشوطها من على بعد قد ايه؟ 1 2 3 اشوط. شكله وحش قوي ما شاطهاش. دلوقتي بقى يا جدعان هنحاول نجيب له حاجات بتاعت القطط. زي ما انتم شايفين هنا عندنا فرشه شعر. طبعا القطط يا جدعان من اكتر الحاجات اللي بيصرح لها شعره فالنهارده هنحاول ان احنا نصرح له شعره لان شعره زايد. تعال عشان صرح تروح مني يا كلب. تعال تعال اصرح لك يا كلب. تعال المفروض دلوقتي جه ميعاد الغدا. عايز اقول لكم ان انا كنت في دروس صراحه وجاي ما عادش قادر. بتاسف على بشاعه المنظر بس انا الصراحه لسه صاحي من النوم فكان لازم نلحق وجبه الغدا. طبعا احنا حاطين في الاستوديو على اساس ان هو قطه لانه ما ينفعش يبقى قاعد في السطح. ربنا يستر. تعال يا نهار اسود يا نهار اسود اللي انت عامله ده. تعال ما تجريش تعال كلمني. اللي انت عامله ده بص لي الله يخرب بيتك. ايه ده الله يخرب بيت شكلك. الحمد لله يا جدعان انها جت على قد كده. المهم بقى دلوقتي المفروض ان احنا هنعامل المعلم ده كقطه. انا مش عارف ازاي ده قطه والله. المفروض بقى ان احنا نديله حاليا وجبه الغداء بتاعته. من اكتر الحاجات اللي القطط بتحب تاكلها يا جدعان وهي السمك. بتاع اسمها سردين كده عامله زي السمك بالظبط. قررت ان انا اديها له واشوف رد فعله عليها. طبعا انت ما اتغديتش وفضلت شويه وتاكلنا. اصبر ما تاكلش تاكلنا. كل ايه تقبش الزفاره ولا ده ما عجبوش يا جدعان. كل اشهده يا جدعان. طيب المفروض الصراحه ان انا كنت ناوي اشتري العاب قطط لبوتشر ولكن لما رحت المحل وبتاع اكتشفت ان الالعاب بتاعت القطط هي نفس العاب الكلاب. ولكن كان في لعبه دايما كنت بشوفها بتوم وجيري ان هما بيجيبوا كده حاجه زي شناره بيعلقوها فيها اللعبه بتاعت الحيوان ذات نفسه اللي هي القطه ومفروض ان هي بتجري وراها. فالمفروض ان انا اخترعت اللعبه دي وانا اللي عملتها. المفروض دلوقتي هنلعب بقى مع بوتشر ونشوف هل اللعبه دي فعلا هيحبها زي القطط ولا لا. المفروض ان انا طلعت فوق زي ما انتم شايفين المنظر. المهم المفروض ان انا عملت له سناره قديمه كانت عندي وربطت له فيها الفرخه اللي بيكرهها. لما نشوف اللعبه دي هتنفع معاه ولا لا لان اللعبه دي بتاعت القطه اصلا. سوسوس تعالى الناحيه الثانيه. تعالى لي تعالى لي تعالى الناحيه الثانيه. تعالى لي تعالى لي تعالى يابا تعال. قفشها يا جدعان قفشها. تعال هات اللعبه يا سيب اللعبه هات اللعبه هات اللعبه يلا هات اللعبه يلا هات اللعبه هات اللعبه. مش عارف انتوا شايفينه ولا لا بس انا بصور بالليل لان المفروض دي اخر فتره وهي فتره العشاء بالنسبه للبوتشر. يا ريتني ما عملت التحدي ده. يا نهار ابيض. 1 2 3 يا نهار اسود ومنيل يا نهار اسود. بالله انا عملت ايه؟ انت عملت ايه ده؟ خسرت الكرسي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ تعال عشان اكلمك. هات المخده هات المخده هات المخده هات المخده هات المخدة. يلا نهار اسود ونيل يا نهار اسود.
المفروض ان انا جبت له عشاء دراي فود بتاع قطط، فالصراحه انا متحمس قوي اشوف بوتشر هياكل ولا لا، لانه الصراحه ما بيحبش بتاع الكلاب قوي. وجبت له تاني حاجه وهي الجبنه الرومي يا جدعان، الجبنه الرومي القطط بتعشقها، هل بوتشر هيحبها زي القطط ولا لا؟ فهنشوف دلوقتي. كل يا بوتشر انت بتلحسها يا ايس كريم يا ابني، كل يا بوتشر كل. خد، عايز اخد حته كبيره الكلب هو بياكلها يا جدعان، عجبته بس مش قوي، بياكلها من غير نفسي كده، تحس انها فاهم بتداله بالعافيه. جبنه رومي انت كمان بتحب الجبنه الرومي. المفروض بقى دلوقتي هنجرب له الدراي فود بتاع القطط، نشوف بوتشر هياكله ولا لا. مش عاجبه، انت بتتأنتك؟ تعالى كده، انت بتتأنتك؟ انت بتتأنتك؟ كل كل، هتاكله برضه، هتاكله ده ب 60 جنيه. كل كل. ايوه كده، كل يا اخوي، كل. انت بتتأنتك ولا؟ المفروض بقى دلوقتي هنجرب البودره بتاعت القطط دي. البودره دي يا جدعان المفروض انها بتتحط القطط، ولكن انا جبتها المفروض ان انا احطها الباتشور. لا الله، هو انت مين درجيت؟ انت بتعمل ايه؟ تجربة النهاردة الصراحة انا استمتعت بها قوي، ولكن يا جدعان طبعا فعلا ربنا خلق لكل حاجة حاجة، يعني القطط المفروض لها اكل معينة وليها طبيعة معينة ولها حياة معينة، كلاب ليها حاجة معينة ولها برضو قاعدة معينة وليها برضو انها تعيش في اماكن معينة. ما ينفعش اجيب قطة مثلا من البيت وعايشها بره على السطح، ما ينفعش كلب ابقى مربيه مثلا على السطح واروح اعيشه في الشارع، المفروض كل حاجة متعودة على عيشتها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، اهم حاجة كمان تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس. وبس، كان معاكم عمر احمد و بوتشر، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.